صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقا والخاتم لما سبقا لا عصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم صدق الله مولانا العظيم ومن رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وكف أو إدغام بغير مدغم أو إضغام بغير بيان أو مد أو تجديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبوا منا على الدعاء